هاي Truth or Dare أوزو فيريتي أمر أو حقيقة هي لعبة حفلات شفهية تتطلب وجود لاعبين أو أكثر وبيتم منح اللاعبين الاختيار بين الإجابة على سؤال بصدق أو التجرؤ على فعل شيء بالمقابل. تتمتع اللعبة بشعبية خاصة بين المراهقين والأطفال. بيعود تاريخ اللعبة لمئات السنوات والتاريخ الحديث بيربط جذورها بسنة 1712 كونها جزء من ألعاب عائلية تنلعب ليلة عيد ميلاد وبتشمل الإجابة عن أسئلة أو دفع مبلغ مالي أو القيام بأمر محرج. بعض المراجع تربط اللعبة بألعاب إغريقية قديمة مثل بازيليندا يلي بيوصفها يوليوس بولوكس باختيار مجموعة للملك بيطلب منهم شو لازم يعملوا. مين قال إنه شهرة اللعبة أتت لاستخدامها ببرامج وأفلام سينمائية مثل Truth or Dare والنيرف؟ أنا قال بشوفكم بكره.